واحده من الحاجات برضو المهمه جدا هي الليكج كومبنسيشن. لما بتكلم دلوقتي ان انا يعني بيسكلي لما بحط انا هنا بريذنج ماسك بالشكل ده كده، البريذنج ماسك ده بيبقى فيه بريشرايزد اير، يعني فيه اير البريشر بتاعه اعلى من الاتموسفيريك بريشر. مهما حاولت ان انا فيت مثلا الماسك دوت على وجه المريض بيبقى في عندي بيحصل لي ليكج اير، يعني اير ليكج من الـ من الـ هي الكونتاكت بين الماسك نفسه وبين يعني السكيم بتاع المريض. فبيسكلي يعني دي كلها inherent to patient interfaces and circuits in non-invasive ventilation. دي موجوده دايما ولازم تبقى موجوده، لازم يعني ما اقدرش ان انا اعمل ماسك يبقى completely tight بالشكل ده كده. فالحقيقه المونيتورنج اند كومبنسيتنج فور ليكس اللي هي اسوشيتد من اسوشيتد مع النون انفيسيف فنتيليشن عن طريق ماسكس كده بيبقى فيري كريتيكال علشان نمينتين ابروبريت تريجر اند سايكل ليفلز فور ذا فنتيليشن. يعني بمعنى ان احنا بنتكلم ان احنا لو عايزين نشتغل بشكل مظبوط لو في عندي ليكج هنا لازم احاول اعمل له استيميشن واحاول اعمل له كومبنسيشن، اذروايز يبقى الحاجات اللي انا بعمل لها ديليفري للبيشنت بتتغير. لو انا بس بتكلم ان انا بودي كميه هواء معينه تايدال فوليوم معين لو في جزء منه بيحصل له ليكج يبقى معنى كده المريض بياخد حاجه اقل من اللي هي ست. ف this is critical to يعني to assessing mask seal efficacy and preventing over tightening. طبعا من الحاجات المهمه جدا ما ينفعش ان انا عشان اقلل الليكج ان انا اخلي ده يبقى تو تايت على البيشنت. لما بخليه تو تايت بيريزلت حاجه اسمها بريشر سورز، بيبقى في عندي بعض الاماكن في السكين هنا بيبتدي يحصل لها يعني بعض المشاكل، يبقى في هنا قرح عند الاماكن اللي هي بعمل بيها ضغط، بعمل بالماسك ده ضغط عليها في وجه المريض، ودي طبعا حاجه فيها مشكله كبيره. فالمشكله اللي بتحصل من الليكج دوت ممكن تعمل اوتو تريجرنج، يعني ممكن مثلا يحصل لي ان الماشين نفسها تسنس بعض الحاجات اللي لها علاقه بالليكج وتاخدها ان دي تريجرنج من البيشنت. ممكن تعمل prolonged cycling، يعني بمعنى السايكل نفسها لو هو بيعمل detection للفلو ان هو ينزل عند حد معين بيبقى للاسف ممكن السايكل دي تستمر شويه، لان هو لو انا بتكلم ان الهواء ده رايح لللونجز بس المفروض ان هو في الاخر هينزل بشكل exponential. لو انا بتكلم ان في leakage هيفضل يستمر مش هينزل لصفر او مش هينزل قريب من الصفر، فبالتالي السايكل نفسها ممكن تطول. ممكن يبقى في عندي ineffective respiratory efforts، يعني المريض ممكن يحاول ياخد نفس ونتيجه انه وجود في وجود ليكج هنا النيجاتيف بريشر الموجود هنا ما يبقاش ديتكتبل باي ذا ماشين، وبالتالي يبقى البيسك هو حاول ياخد نفس والجهاز ما خدش باله انه عايز ياخد نفس فبالتالي ما ساعدوش. وممكن يبقى في عندنا طبعا الحاجه اللي هي الاساسيه البور بريشرايزيشن، يعني ما اقدرش ان انا اعلي البريشر هنا وبالتالي لما ما اقدرش اعلي البريشر هنا ما بقدرش ادفع الهواء داخل الرئتين بتوع المريض. فطبعا واحدة من الحاجات اللي هي تعتبر فيها نو هاو مش هنلاقي فيها الحقيقة كلام كتير موجود في الكتب، غالبا الشغل الموجود هنا غالبا بيبقى موجود في الشركات وبنلاقيه غالبا في براءات الاختراع. بس واحد من الحاجات اللي هي ستيل فيها شغل كتير والحقيقة في غاية الأهمية لتأثيرها على الإفشنسي بتاعت الجهاز.